اللواء حسن عبد الغني المتحدث باسم الشركه القابضه للمياه. سياده اللواء حسن، مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا فندم والساده المشاهدين الكرام. ايه مشكله المياه اللي مقطوعه؟ هو طبعا في تحويلات للمرافق بالنسبه لخط مترو الانفاق في المحطه التوفيريه بشارع احمد عرابي. فبناء على هذا الطلب بنبتدي نحول المرافق المتعارضة لهذا الخط، واعلنا ان احنا هنخلص الساعة 9 النهاردة مساء. وطبعا نتيجة ان احنا عايزين نخفف المعاناة، احنا بدأنا نضخ المية تدريجيا من الساعة 5 قبل الميعاد المعلن. أيوة. ومع تفضل يا فندم. تمام، بدأت تضخ المية تدريجيا، تفضل يا فندم. من الساعة 5 مساء النهاردة يا فندم. وطبعا حضرتك تعلم ان مع اتزان المائي ووصول المياه للأماكن تباعا، لأن الضخ بيبقى تدريجي عشان نحافظ على سلامة المواسير والخطوط الأرضية. يعني امتى نقول للناس خلاص المياه موجودة؟ احنا المفروض يا فندم ان دلوقتي يكون يعني وصلنا ل 90% من تغطية عودة المياه لكل المناطق يعني يا فندم. لا، لكن خلصت شغل ولا لا في الـ احنا خلصت يا فندم؟ خلصتوا شغل ولا؟ ايوه يا فندم لا يا فندم، خلصنا شغل وضخينا الميه من الساعه 5 مساء النهارده يا فندم. سياده اللواء، الناس بتتكلم ربما من الدقي، ربما من فيصل، من اماكن اخرى، وانه دي بيقولوا مشكله دائمه خاصه يمكن سكان فيصل. بالنسبه لسكان فيصل يا فندم والمناطق اللي هي كرداسه والمناطق اللي فيها توسعات راسيه، دي كانت زي ما حضرتك عارف كانت في عشوائيات، وكانت التوسعات دي زيادة عن قدرة الشبكات. بدأنا طبعا بمنظومة المية إذا كانت الهيئة القومية ووزارة الإسكان، بأن احنا بدأنا نزود كميات المية في المحطات بالتوسعات، وبإذن الله على نهاية شهر 4 هنلاقي أن كميات المية غطت كل المناطق اللي احنا ساعات بنعمل فيها منوبات لزيادة الساعات فيها يا فندم. طيب شارع الهرم نفس الحكاية؟ أيوة يا فندم، المنطقة بتاعت شارع الهرم وفيصل والجيزة وكرداسة بتقطع الأماكن، بيبعتوا دلوقتي إنها بتقطع يوميا من الساعة 12 ل 3 كل يوم. ما هو في مناوبة يا فندم، في مناوبة، في مناوبات من أماكن لأماكن لغاية لما يتم ضخ كل الكمية بإذن الله وتنتهي المشكلة بتاعت الجيزة بإذن الله. طب سيادة اللواء، الدق دلوقتي كمان بيبعتوا لنا ما عندهمش مية، ما وصلت لهمش المية. فين يا فندم المناطق؟ احنا نتواصل معاهم على 125. وسيادتك قلت لي الدقي؟ ايوه يا فندم. لا يا فندم، الدقي احنا دلوقتي نتصل بيه والمفروض الدقي يكون المايه وصلت فيها. لو العنوان يسيبه لنا في الاعداد ونبعت الشبكات تتاكد فورا دلوقتي. ميدان المساحه. ميدان المساحه يا فندم. حاضر يا فندم. نعم. طيب لكن حضرتك بتطمن الناس المايه النهارده موجوده في كل المناطق؟ ايوه يا فندم، تمام يا فندم. والمنطقه اللي سيادتك قلت لي عليها هنأكد عليها طبعا، يكون في اي مشاكل تاني طرقت ولا حاجه نتلافاها باذن الله. سياده اللواء حسن عبد الغني، بشكرك شكرا جزيلا، عشان ضيوفي الكرام كمان عشان ما نتاخرش عليهم، سيب حضراتكم مع وزاره الداخليه وجهود وزاره الداخليه خلال 24 ساعه. نتابع ثم اعود لحضراتكم.